هنالك توتر إيراني مستمر بين إيران وبين إقليم كردستان، وكذلك بينها وبين أذربيجان. أيضا كانت هنالك بعض التطورات المثيرة التي جاءت في نفس اليوم لهذه الانفجارات، وبالتالي عندما نلاحظ النقاط التي جاءت بها الانفجارات الغامضة هنا على سبيل المثال في أذربيجان الغربية، أذربيجان الشرقية، في همدان، ما جرى في طهران، في كرج كذلك وما تم نقله عن هذه المناطق، وأيضا في أصفهان، وفي ظل تفاصيل بأن الطائرات المسيرة عادة تدخل بسرية إلى داخل إيران، تجمع وتستخدم، برأيك أين ستكون ردة الفعل الإيرانية؟ هل تعتقد سيكون الرد مثلا في إقليم كردستان وهذا ما لا يتمناه الآخرون؟ هل ستكون في أذربيجان؟ أم أن الخليج العربي مرة أخرى، السعودية، الإمارات في خطر بعد هذه الضربة؟ أنا أعتقد بأنه الحرب على كردستان قد بدأت، ليس بالشكل العسكري ولكن بالشكل الاقتصادي. القرار الأخير اللي أصدره أناس يتبعون إدارات معينة في إيران، يعني ما يسمى بالمستقلين اللي هم ليسوا مستقلين، ويتقدمهم النائب مصطفى سند، تقدموا بطلب للمحكمة بقطع الأموال عن إقليم كردستان. بدأت الحرب بشكل أو بآخر، هذه موضوع جدا حساس بالنسبة للإقليم، أنت تعرف هو يعيش على ما يصله الأموال من بغداد. كون تصدر المحكمة في هذا الموضوع على السوداني، ستكون حكومة السوداني كلها مهددة أصلا بالانهيار في هذه الحالة، أو مهددة يعني حدوث خرق دستوري، لأنه هي ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة. إذن باعتقادي أنه إيران بدأت الضغط باكرا على إقليم كردستان، قد يتبعه ذلك بهجمات عسكرية من أي نوع، قد يكون الأمر أسوأ. يعني إحنا لحد الآن الهجمات العسكرية حقيقة اللي شنت على إقليم كردستان هي هجمات يعني محدودة الأثر، ليس هناك تأثيرات حقيقية بقدر ما هي رسائل موجهة لداخل الإقليم. أما الشيء الأسوأ الذي ربما طبعا لا نتمناه ولكن لا نستبعده أيضا، هو حدوث عمليات تخريب حقيقية داخل الإقليم. الإقليم مفتوح منكشف إلى حد كبير من الناحية الأمنية، لا يستطيع أن يرد على نفسه مثل هكذا إجراءات فيما لو حصلت. من زمان يعني أنا أهجس وقلتها في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، أنه إيران غير راضية على وجود الإقليم بهذا الشكل في العراق، هي تتحجج وتجد الذرائع في كل مرة لمهاجمة الإقليم بغية إخضاع. الرغبة الأساسية الموجودة لإيران، لماذا هذه المنطقة ليس فيها مقرات حشد وميليشيا وإلى آخره كما يحدث في كل العراق؟ يجب أن يكون هناك تبعية كاملة لهذه المنطقة، يجب أن تنضوي قوات البيشمركة تحت مسميات قوات القدس والمقاومة والممانعة وإلى آخره، شأنها شأن ما يحصل في بقية العراق وفي سوريا وفي لبنان وإلى آخره. لذلك دائما إيران تجد الذرائع والحجج لمهاجمة الإقليم، لهذا ليس من المستبعد أبدا أن ترتفع مستوى الحرارة في علاقة الإقليم بالتعامل مع كردستان، وهذا قضية مؤسفة وخطرة وينبغي أن تدان عند حدوثها. هذا من جانب. من جانب الآخر طبعا التصعيد اللي حصل مؤخرا مع أذربيجان في حادثة السفارة الآذرية في طهران، هذه قصة يعني لا تعرف إذا كانت مفتعلة. طبعا أذربيجان تقول أنها ليست مفتعلة، وأن هناك عمليات إعلامية وتعبئة إعلامية مستمرة في الشارع الإيراني ضدها. وما حدث حتى لو كان لنفترض أنه هو يعني عفوي، ولكن هو يعكس حجم الكراهية اللي موجودة واللي أصبحت تنمو في داخل الشارع الإيراني ضد الآذرية، الدولة الآذرية المجاورة، بفعل الإعلام الإيراني المستمر. ربما هذا صحيح، وربما فعلا هناك قصد حقيقي من إثارة هذه الأزمة، لكن فعلا هناك توتر، رغم أني شخصيا لا أرجح حدوث يعني هجمات عسكرية مباشرة، لكن بالتأكيد التلويح بهذا الموضوع قائم من قبل إيران أو حتى من قبل أذربيجان.